السلام، السلام عليكم. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير كيف ما العاده. انت ولا انت ولا انا حصلنا شفار كيسرق لينا وشنقنا عليه. عندك جوج حلول، اما غتخلى ضربوه اما غتغوت له البوليس. ولكن الا كنتي مالك وماشي بحال الملوك، الملك الحسن الثاني. هاد الحلقه غنتكلم لكم على كيفاش الملك حصل الرئيس ديال فرنسا كيسرق. قبل ما نبداو الحلقه ما كرهتكمش ديروا لايك وسبسكرايب. على بركه الله. بعض علماء المغرب أوعز إلى الملك، قال والله هذا الرجل ليس عالما، هذا مجرد ناقل كلام فقط وليس عالما، ليش هذه الحظوة؟ فأراد الملك أن يمتحنه. حدد له ليلة إلقاء محاضرته موضوع أعده. لما صعد المنبر وقال بسم الله الرحمن الرحيم استوقفه الملك. وكان الملك رغم كل مساوئه فقيها، كان فقيها وعالما وذكيا وجعبذا. وأنا زرته، هذا الرجل قبل أن تتكلم يجيبك عما ستقول. عجيب، عجيب جدا. المعي يقرأ في عقول الناس. مشى لفرنسا شوية الحكومة الجزائرية قالت اسمع هذا راه مشى يطلب في نصائح وأسلحة، ترى نشوفوا كيف جاوا. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Est-ce que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. رجل حكيم يطلب نصيحة قبل وسلاح نلقاه في البلاصة كل هذه لخصت الفكرة. أقول الخلط واجب ومستحب وضروري بين العربية ولهجتنا. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت، أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا الخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية. أبو المطال كنا في اختلاف دنيوي. نعم كنا في اختلاف دنيوي. الله يتركتك على الشهادة. أنا الهيبة ديالي في المقابلة ديالك دائما أتحدث عنها. الملك الحسن الثاني الله يرحمه أدكى ملك في الخطابة وفي النقاش وفي سرعة البديهية. هذا الملك هذا اللي أعطاه ربي واحد القوة واحد الكاريزما ماشي طبيعية. الملك الحسن الثاني الصغر دياله رباوه أساسدة من أحسن الأساسدة الشريعة الإسلامية وحتى اللغات وحتى العلوم السياسية والعلوم القانونية. هذا السيد هذا اللي كيحرج الصحافة الفرنسية والصحافة العربية وحتى الصحافة الإنجليزية. الخطابة دياله والطريقة الكلام دياله كتخليك أنك بلا ما تفكر تحبه. النقاشات ديالو والبساطه ديالو مع المغاربه في الهضره وحتى في اللباس ديالو كتلقاه في الكلاس لابس مزيان وفي التقليدي لابس مزيان. هادشي كامل غادي نخليوه وغادي نمشيو لواحد القصه اللي هي حقيقيه على واحد الرئيس فرنسي عاش في واحد المرحله ديال حسن الثاني. حسن الثاني يا سيدي مبلي بالحفلات ودائما كيتهلا في الفنانه كون انه انسان فنان وعنده واحد الكاريزما واحد الاذن موسيقيه. ونزيدك من الشعر بيت. حسن الثاني كيكتب الشعر والشعر اللي كيتغنى شحال هادي كتب اغنيه لعبد الهادي بالخياط اللي هي معروفه كتبها له وغناها. اغنيه درت بوم ديك الوقيته، اغنيه خطيره. فغنيت ستي الحبايب وتنسمع محمد عبد الوهاب الله يرحمه الله يرحمهم جميعا تيقول لفايزه اسمعي يا فايزه. يعني بالطريقه يعني هل هنا كيفاش داير اسمعي هنا اسمع فايزة احمد انا ذاك هي اللي كانت ست الحبايب الموسيقار محمد عبد الوهاب. من بعد ما ساليت الاغنيه جيت سلمت على سيدنا ونض محمد عبد الوهاب، يعني تعرفوا انه كان رجل اديب وكان رجل له فنان عظيم.
خلوا جلالة الملك لو تكرمت تبعت لي عبد الهادي حتى نعمل أعمال في القاهرة. نعم. وتكلم يعني كلام طيب. ورجع جلس في الكنبي ديالو. حصلت واحد الصمت صغير هكذا. وسيدنا الله يرحمه قال لي عبد الهادي، جيت له وقال لي هكا في ودني. نعم. قال لي والله مشيتي معاه تندخلك للحبس. السيد حافظ 60 حزب وعنده مع اللغات الاجنبيه. هذا السيد هذا الكاريزما ديالو كتوصلنا لهذا الشيء اللي غنعاود لكم عليه. الملك حسن الثاني عرض على الوفود الدبلوماسيه والسفارات والقنصليات، وعرض حتى على واحد الرئيس ديال فرنسا بدون ذكر الاسم ديالو. هذا الرئيس هذا حاس براسو، ولكن الغريب في الامر انه يديه خفيفه وعنده بزاف ديال الهوايات، كون انه تيقول لك مبلي اي حاجه ثمينه ولا عندها تاريخ كيجمعها وكيخليها عنده في واحد المتحف. الحسن الثاني عرض عليه ودخل القصر. بدات الحفله، واحد الساعه حسن الثاني جلس بداو كياكلوا. واحد الساعه جا الحاجب عند الملك المرحوم الحسن الثاني وقال ليه الرئيس ديال فرنسا هز معلقه ديال الذهب وخشاها في جيبه بغى يسرقها. او الرئيس ديال فرنسا يهز معلقه ديال الذهب ويخشيها في جيبه، كيفاش؟ الملك خلص سهرة عادية ودار راسو بحال نسى وبدا كيدور على الناس وكيقول لهم مرحبا بكم. غادي نرجعوا للذكاء ديال الملك. الملك اولا دوز بزاف ديال المراحل في حياته، دوز الانقلابات، الحكم مع بواه، دوز الحرب ديال الرمال، دوز المسيره الخضراء، دوز الرفاهيه، وكان وسيط في العالم كامل. كان وسيط ما بين الفلسطينيين واسرائيل، وكان وسيط ما بين المصريين واسرائيل، وكان وسيط ما بين العالم العربي والاسرائيليين. كان عنده علاقات وطيده مع اعظم رؤساء اللي كانوا في ديك المرحله بحال كلينتون وبحال بزاف ديال الرؤساء العرب والاجانب. هذا الباكيج هذا كيبين لك القوه والذكاء ديال حسن الثاني وعلاقته مع الناس اللي دايرين به. كان ذكي. رجعوا للسهره، بدا الملك جالس كينشط حتى سالت السهره. هو يجمع الناس كاملين وقال لهم حتى واحد ما كيعرفني، انا راه وليت ساحر. هز المعلقه من الطبله ديال الذهب وقال لهم ابتداء من اليوم انا راني ساحر، واليوم غنوريكم السحر ديالي فين وصل. وقال لهم شتي هاد المعلقه غادي نخشيها في جيبي وغادي نلقاوها في جيب ديال الرئيس ديال فرنسا. الرئيس ديال فرنسا بقوه الخلعه نفهم والو، والرئيس ديال فرنسا بيان سور ما خصوش يورق، خشى يديه في جيبو وجبد المعلقه وهزها. وبداو تيصفقوا الضيوف، ولكن بداو كيصفقوا على حسن الثاني كون انه فهم الخطه وما بغاش يحرس صاحبنا. الاغلبيه ديال الحضور عرفوا ان صاحبنا شفار وهز ديك المعلقه بغى يديها، ولكن بالذكاء ديال حسن الثاني والتباته ديالو والعقل ديالو ما بغاش يحرج الرئيس. وهذه القصه هذه عاودها المقدم العالمي ستيفان واحد البرنامج سميتو كومون سافا بيان. هذا البرنامج هذا اللي انسيستا على الذكاء ديال حسن الثاني وقال لك حسن الثاني كيبقى من اعظم وأدكى الملوك والشخصيات اللي دازوا في القرن الواحد وعشرين. Je vais vous raconter une histoire. C'est arrivé à nos présidents de la République qui collectionne les petites cuillères. Qui chez le roi du Maroc a piqué une petite cuillère. Quelqu'un l'a vu et l'a dit au roi. Et qui a fait une chose merveilleuse. Il a pris lui-même sa petite cuillère et il a dit voyez ma petite cuillère. Abracadabra, il l'a mise dans la poche et il a dit et c'est vous monsieur le président qui avez ma petite cuillère. Et le président français était obligé de sortir. Génial. C'est une histoire authentique qui m'a été racontée par une personne qui était وحتى لهنا بيان سور تقادت الحلقه ديالنا. تهلاو لي فراسكم وحبوكم. تشاو تشاو.